محاضرة لتكريم الأستاذ سعد السلطان وكذلك الأستاذ عبد الملك الدري ومعهما جمعية المرصد المغربي لجهد الإرهاب والتطرف، وتحية إلى كل المثقفين وكل الشعراء والجمعويين الحاضرين معنا في هذه أو في هذا اللقاء الثقافي. هذه الجمعيات كرمت في الأستاذين الكلمة والحرف بدورنا وباعتبارنا رئيسا لجمعية كازابلانكا، فإننا نحيي كل الجمعيات التي تسهر على النهوض بالثقافة العربية. سأشارك بزجريتي وإن كانت هذه الزجرية يعني أو مضمونها هو يعني رحلة سياحية من طنجة إلى الهويرة. أقول فيها وعنوانها يا السيح في بلادي، يا السيح في بلادي، يا السيح فين غادي ريح سير بالمهل، كون عشاق كون ذواق قبل ما ترحل، تشاف وشوف حباب وياك تكون مزروع، خيرات بلادي فوق محجر فوق الطوب، بلادي حرة زينة النظرة مرحبا ألف مرة، شوف طنجة والصويرة وزيد القويرة، نخل بلادي يزعل بيبلوح بيتمر متقل، الدلاح والتفاح وشهد الجفاح العسل، تعجبك الشجرة تعجبك الخضرة، بالعمال مزين جنان وريحة الجمرة، سلم قول سلام تحييك طنجة، عروس شمال محروسة مبهجة، بروق بحورها بحورها موجة تسلم على موجة، بحورها موجة تسلم على موجة، بنات طنجة جمال زيناه بلبسة، بعياشة من نقرة حازمات قصة، الجبهة لوحة مضوياها الخميسة، والظهر غطى شعر منه عطر فاح، الطقطوقة الجبلية موال وأمداح، غنات بنات بصوت حنين سطاح، فنهم شعبي عربي ما فيه مزاح، الصنعة وفن بلادي قطع حدود، متحف القصبة سقفه أصله مجهول. على دوك السواري المنقوشة ممدود، رياض السلطان ما منه مجهود، على بني فاس رحموا يا الناس، الروح تزرعت في جلد ونحاس، سروج الخيالة والخلالة والباس، الصنعة ببلادي متقونة بالقياس، للقرويين طالبين العلوم الأصيلة، هي قبلة مقصودا كل قبيلة، صدقة جارية من ديك الباهية السليلة، تحدات زمانها بعلومها الجليلة، بين قبة مولاي إدريس وباب الرصيف، تراث بلدي شعبي معروض شتا وصيف، من عرعار عوض وتار طنطنو سليف، منتوج بلدي ما رومي ما هندي ولطيف، جلابة من سوسدي وبلغة حرة صفرة، جابادور مليفة وسفيفة ضفرة ضفرة، سروال بسرة سروال بسرة عبون من القمح يهز عبرة، على قياس الراس طربوش حمر بالنمرة، الملحون فن حاضر للشيوخ وذاكر ما ناكر، آتي في الصواني صوت التولاني حاضر، بنات الطراب يردوا جواب بالحل مقدر، كلام الأندلس محسوس بإيقاع معبر، السلطان بن أساس مكناس زينك القواس، والبوعلانية بالقياس كتبت الخاوة مع فاس.